مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم مره تانية في برنامج الطبيب. فقرتنا النهارده عن التوعيه الطبيه لمستشفى دار الطب، ودايما بنبقى بنحاول نخصصها لكم عن الاسئله اللي بتبعتوها على صفحه البرنامج وصفحه رسميه لمستشفى دار الطب، واللي هيكون فيها مشرفنا الدكتور محمد شكر عبده، استشاري امراض الذكوره ودكتوراه وطب وجراحه الذكوره وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن وعضو الجمعيه الدوليه للصحه الجنسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. معانا سؤال النهارده من مشاهد بيسال: انت بيحصل ضعف في الانتصاب وازاي بيتم علاج ضعف الانتصاب؟ كويس. مبدئيا بس ضعف الانتصاب حوالي تعريفين: عدم القدره على حدوث انتصاب يكفي للعلاج، او اكمال او حدوث انتصاب ولا يكفي لاتمام العلاقه الزوجيه. ضعف الانتصاب ليه سببين مهمين: هو ضعف الانتصاب النفسي او ضعف الانتصاب العضوي. العضوي يعني في اسباب مؤديه لاضرار الشرايين والاورده والاعصاب المسؤوله عن الانتصاب، وده ادى الى تاثر الانتصاب. يعني ايه هي اهم الاسباب؟ تقدم العمر طبعا، سكر خصوصا لو مش مظبوط، السمنه، ارتفاع ضغط الدم، بعض الادويه زي ادويه زياده دهون الدم نفسها هي كمان ممكن تاثر، او بعض ادويه الضغط كمان بتاثر على الانتصاب. والادويه النفسيه تقريبا يا دكتور؟ والادويه النفسيه طبعا. في ادويه نفسيه طبعا. التدخين من الاهم، من الاسباب المهمه جدا في حدوث تاثر الشرايين. الامر الثاني هو السبب النفسي، ان يكون لاي سبب حصل ضعف انتصاب، بس ابتدى الزوج او المريض يتاثر بعدم، يعني يفقد الثقه على ان هو يقدر يكمل العلاقه الزوجيه. ودي نقطتين بس نفرق ما بينهم، لان بيفرق معانا خطه العلاج او طريقه العلاج. تمام. يعني عاده لو شاب صغير جه وكان بيشتكي ومتوتر ان كان في مشكله في بدايه العلاقه او بدايه الزواج، انا يعني بطمن الناس غالبا ده مشكله عاديه جدا بتحصل، وده سببها غالبا شويه اضطراب او قلق نفسي، والدنيا بتمشي كويس بعد كده. طيب خلينا نقول المهم اللي هو الاكثر شيوعا هو الاسباب العضويه. طيب في حاله الاسباب العضويه احنا عندنا ثلاث درجات لعلاج ضعف الانتصاب. اول حاجه العلاج الدوائي. تمام. في ادويه كتيره جدا دلوقتي موجوده، ادويه امنه جدا بدرجات يعني جرعات مختلفه. بنشوف الاسباب اللي لو موجوده زي ما اتفقنا، لو في مشكله في السكر، لو هرمون الذكوره قليل، الامور دي كلها بتحسن جدا الانتصاب. كل الاعراض دي يا دكتور بتتعالج بالادويه؟ يعني درجات. فلو الدرجه اغلب المرضى بيستجيبوا، خصوصا لو يعني ما بقالناش كتير عندنا مشكله في الانتصاب، السكر مش يعني مش منضبط بقاله فتره طويله، فلو الامور دي معقوله في درجه معينه بيحصل تحسن كبير. ولو في مشكله في هرمون الذكوره، هرمون الذكوره قليل شويه، لو المريض خد هرمون ذكوره بيحصل تحسن كبير في الانتصاب. الدرجه الثانيه هو الحقن الموضعي في القضيب، وده بيجيب نتيجه في بعض المرضى ان مواد معينه بتتحقن بابر رفيعه خالص، ابر انسولين، وبتجيب انتصاب كويس. لو ما تمش استجابه في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، والمريض ظبط اموره اللي هي الامور العامه، السكر والضغط والكلام ده كله، وبرده ما حصلش استجابه على العلاج الدوائي او الحقن الموضعي، بنلجا للدعامه او الجراحه. عمليه يعني لو معانا الصور. ايوه معانا الصور اهي. دي الدعامه الطيه، عمليه يعني مش معقده قوي. بتتركب الدعامه في الجسم الكهفي، بتدي للمريض رضا بنسبه كبيره جدا. اغلب المرضى او زوجاتهم يعني بيبقى عندهم رضا كبير جدا بعد تركيب الدعامه. دي شكل الدعامه الامريكي. دي بتبقى طبعا افضل الانواع، لان هي بيبقى عليها طبقه من المضاد الحيوي وبتحمي المريض من حدوث التهاب او حاجه بعد تركيب الدعامه. دي النوع الثاني من الدعامات اللي هي الدعامه الهيدرونيكيه. ودي ليها ثلاث اجزاء. بالونه بتبقى موجوده في الجسم الكهفي، بتركب في القضيب نفسه. وفي نوعين: في مضخه بتبقى موجوده تحت الجسم الكهفي، بتبقى موجوده في كيس صفن، وفي ريسرفوار او الخزان بيبقى موجود في البطن. دي بتختلف شويه عن الدعامه الطيه، ان هي بتشابه تماما، بتحاكي تماما الانتصاب الطبيعي. لو المريض عايز يعني خصوصا صغير في السن، عايز مش عايز يحس ان في حاجه موجوده، دعامه راكبه بانتظام او حاجه، بيلجا للدعامه الهيدرونيكيه. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. بنشكر الدكتور محمد شكر عبده، استشاري امراض الذكوره ودكتوراه طب وجراحه الذكوره، عضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن وعضو الجمعيه الدوليه للصحه الجنسيه. وبنشكركم مشاهدينا، وبكده تبقى انتهت فقرتنا. خليكم دايما متابعينا.